في هذه الايام واحد الجندي اسرائيلي اعلن على الاسلام ديالو، جندي اسرائيلي من اصول امريكيه. نتفرجوا الواحد اللي عطى الراي ديالو في هذا الجندي الاسرائيلي اللي دخل الاسلام، وهاد الناس اللي بزاف منهم يوتيوبر وبزاف ديال الناس اللي كيدخلوا الاسلام. تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهايه. الحقيقة شاهدت مقطع فيديو لإسلام جندي إسرائيلي شارك في غزة، والحقيقة فيديو مؤثر، هو لإنسان ينطق بالحقيقة من داخل الحدث، إنسان رأى الحقيقة بعينه وهو منهم، وشهد شاهد من أهلها، يعني هذا الرجل منهم وفيهم. أسلم لماذا؟ أنا الآن أريد أن أخذ بعض العبر من هذا المقطع المؤثر حقيقة. أولا أخي الحبيب، والله إن الإسلام دين الفطرة، أي ملحد في العالم، أي ملحد مهما كان يسيء للإسلام، ومهما كان يشكك، ومهما كان لديه شبهات، بمجرد أن يترك فطرته هي التي تختار ستختار الإسلام. هذا ما حدث مع هذا الرجل الإسرائيلي الذي رأى الدماء بعينه ورأى القتل ورأى قتل الأبرياء واعترف بذلك. الإسلام أخي الحبيب دين بسيط جدا، أي إنسان يكفي أن يفكر بعقله ويكون حياديا ليعترف أن هذا الدين هو الحق. اليهود أيها الأحبة الحقيقة يعلمون الحقيقة، أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل يعلمون الحق، وكانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وكانوا يبشرون به، وكانوا ينتظرون نبيا، ولكن هم أرادوا نبيا على مزاجهم، أرادوا نبيا يحل لهم الحرام ويبيح لهم الربا ويبيح لهم الكذب ويبيح لهم الغش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي على مزاجهم، وعلموا أنه نبي وكفروا به، سبحان الله. والآن الذين نراهم الآن من بني إسرائيل اليهود في فلسطين، هؤلاء يعلمون أن المسلمين على حق، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، على الرغم من ذلك ينكرون ويجحدون ويغشون الناس ويقتلون الأبرياء عامدين متعمدين. لذلك أنا حقيقة لا أستغرب عندما أرى أي إنسان يعلن إسلامه، والقضية لا تحتاج إلى كثير من التفكير أخي الحبيب، كما قلت لك، فقط أن تشغل عقلك لتكتشف الحقيقة. ما الذي جعل هذا الجندي يسلم؟ حقيقة لا توجد ولا آية في القرآن تدعو للعنف أو القتل أو الظلم. الله حرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ممنوع. يعني حتى المسلم إذا قتل ملحدا يرتكب إثما كبيرا ويعاقب عليه في الدنيا والآخرة. ليس لدينا قاعدة مثل التي موجودة لدى اليهود أن كل الأمم هي طبقة أدنى ويجوز قتلهم، يجوز استعبادهم، يجوز التخلص منهم، وأن اليهود هم الفئة، شعب الله المختار الذي يجب أن يحكم العالم ويفعل ما يشاء. لا، هذه النظرة غير موجودة في القرآن. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الذي دعا هذا الجندي وغيره أيها الأحبة للإسلام، ونحن نرى أيضا خلال هذه الحرب، خلال هذه الأيام، كل يوم هناك يوتيوبر شهير يسلم، يوميا هناك أناس يدخلون في الإسلام بسبب أنهم شاهدوا قوة الصبر والتحمل لدى هؤلاء
الأبرياء الضعفاء من أهل فلسطين. طيب ما الذي يجعل أناسا محاصرين مجوعين غير آمنين؟ القتل والضيق ومنع الغذاء ومنع الكهرباء والماء ومنع الطعام والشراب وكل شيء. على الرغم من ذلك تجد أحدهم يقول الحمد لله. هذا أغرب شيء يستغربه نفسهم الإسرائيليين والملحدين وغير المسلمين بشكل عام. يشكل هذا الأمر صدمة بالنسبة لهم، كيف بإنسان فقد أهله، فقد بيته، فقد تجارته، فقد أولاده، فقد أفراد من أهله، فقد عائلته كاملة، أقاربه، على الرغم من ذلك نراهم على شاشات التلفزيون وعلى مقاطع الإنترنت يقول لك، تقول له ما الذي حدث؟ يقول لك الحمد لله، يحمد الله. طيب قوة الإيمان هذه من أين جاءت؟ من تعاليم القرآن. لأن الإنسان المسلم أخي الحبيب يختلف عن أي عقيدة أخرى، الإسلام قوة الإسلام في تعاليمه، في داخله، عظمة الإسلام في هذه الأوامر والنواهي. عندما يحمد الله مثل هذا الإنسان، هو يعلم أن الذي مات هو الشهيد بإذن الله، وهو في الجنة ينعم، لأن لدينا آية عظيمة هي التي تعين هؤلاء على الصبر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلف بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أنا إن شاء الله أحلم أن أكون من أهل الجنة، والذين سبقوني هم في الجنة، فهذا إحساس يجعلني أقول الحمد لله بشكل فطري. يعني هذا الموضوع غير موجود لدى الملحدين، غير موجود لدى اليهود، غير موجود لدى كل من يخالف الإسلام في العقيدة، البوذيين وغيرهم مثلا. الذي جعل هذا الجندي يسلم بهذه البساطة أنه رأى بعينه قوة صبر وتحمل هؤلاء على الرغم من القتل والذبح والظلم والأذى والحرمان وتشويه سمعتهم في العالم. الآيات القرآنية التي تدعو مثل هذا الجندي وغيره للإسلام كثيرة جدا، من أهمها مغفرة الله لكل الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا قرأت الكتاب المقدس كاملا أيها الأحبة، لم أجد آية مثل هذه، طبعا المحرف يعني، لم أجد آية إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنا كإنسان عندما أرسخ هذه الحقيقة في أعماقي وأعلم أن الله يقبل من يتوب إليه، من يرجع إليه، ولو أن ذنوبي بلغت عنان السماء وأصبحت مثل زبد البحر، إذا جئت لهذا الإله الكريم تائبا راضيا طالبا المغفرة يغفر لي ولا يبالي سبحانه وتعالى. هناك طاقة لهذه الآيات أيها الأحبة، هذه الآيات تفعل الأعاجيب داخل المسلم. فالإنسان الذي يعيش في الغرب يستغرب هؤلاء المسلمين كيف يصبرون، كيف يعيشون في هذه الظروف. الطاقة الموجودة في آيات القرآن مشحونة في داخلنا أيها الأحبة. يعني الظروف الاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول الإسلامية والحروب، والله لو حدثت في دولة غربية لأكل الناس بعضهم بعضا. نحن رأينا بعض المظاهرات التي حدثت في أمريكا، وحدث انفلات أمني بسيط، المحلات سرقت، المولات نهبت. يعني هذا هو الشعب المتحضر. بينما ما الذي يمنع إنسان مسلم
أن يسرق القرآن، تعاليم القرآن. لذلك أحبتي في الله نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وأتذكر معكم هذه الآية العظيمة. الله سبحانه وتعالى يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، من خلال الإعلام، من خلال الكلام. هذه الآية فيها إعجاز على فكرة. من الذي أخبر النبي أن الحرب في المستقبل ستكون حرب إعلامية، حرب تشويه يتم من خلال الإعلام الغربي العالمي الذي يضخ ليلا نهارا معلومات كاذبة عن المسلمين ليشوه بها صورة الإسلام وصورة النبي وحقيقة الإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إسلام هذا الجندي وغيره كثير هو تطبيق عملي لهذه الآية أيها الأحبة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما الذي يجعل هؤلاء يسلمون؟ الهدى الموجود في القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. التعاليم المليئة بالرحمة الموجودة في القرآن، التعاليم المليئة بالمنطق، تعاليم مليئة بالفطرة السليمة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بالفعل كل الدراسات والإحصائيات تقول إن السنوات القادمة ستشهد ارتفاعا في أعداد المسلمين وانخفاضا حادا في أعداد الملحدين، وسيصبح الإسلام هو الديانة الأولى على مستوى العالم من حيث العدد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا وقلوبكم بنور الحق، وأن يثبت هؤلاء المسلمين جدد على الحق إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. مهم تلهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا عجبك الفيديو خليه لايك، قلنا الآراء ديالك في الكومنتات. تهلاو.